من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. السلام عليكم جميعا. بما أن الفيديو هذا يشاهدونه كثير من المتابعين والمتابعات في دول الخليج كذلك في بعض الدول العربية، حياكم الله من جديد. درس اليوم مهم جدا وقد ينطبق على أغلب الدول الخليجية وبعض الدول اللي حواليها. ثالث أهم سؤال دائما يجيني يقول أبو محمد شنو يعطونا في أسئلة الاختبار النظري للقيادة؟ طبعا الأسئلة اللي في اختبار النظري ما راح يجيبون شيء من برا، اللي عطوكم في المحاضرات النظرية راح يكون منها الأسئلة، يمكن يغيرون شوي في طريقة السؤال، في طريقة صيغة السؤال ممكن، يعني الأشياء طبعا كثيرة، لكن خلينا نقدر نقول ممكن تكون أهمها الإشارات واللوحات والفرق بين التحذيرية وبين الإرشادية واللوحات وأهميتها مثلا وما ترمز إليه. زين، على بعض المسائل اللي يحاولون يغيرون شوي في طريقة السؤال. طبعا لو بذكر لكم الأسئلة وبعلمكم يبي له وقت طويل، ولا نقدر نذكر الأسئلة بالضبط هي كما هي، لكن ممكن نذكر لكم شيء من ذلك. الأسئلة ذي قد تكون هي نفس اللي تيجيكم الأسئلة أو شبيهة لها أو رديفة لها أو مطابقة لها، وهذا مثل ما قلت قد ينطبق، أو هالأسئلة ذي أو مفهومها قد ينطبق على كثير من مدارس تعليم القيادة وبعض دول الخليج والدول العربية. فهذا الفيديو أنا أتوقع الكثير راح يسأل، يمكن تختلف شوي اللهجة، الكلمة، الطريقة، لكن المفهوم واحد، لذلك الجميع راح يستفيد من هالشيء. طيب لو احنا بنتكلم عن هالدرس ده ما شاء الله ما راح نخلص، يكفي المقدمة أخذت دقيقتين تقريبا، 3 دقائق. عندنا هنا مادة حقيقة الواحد يكن لمن قام عليها احتراما وتبجيلا وتقديرا. طيب حقيقة عمل جبار قامت به الأخت العزيزة، شوفوا جمعت الأسئلة بشكل متعوب عليه بصراحة، الأخت ناريمان سعود شعبان، أخصائية مختبر مديرة الجودة بمستشفى الصفوة العام، حطت هنا الأسئلة حوالي تقريبا يمكن حوالي 112 سؤال إجابة، حطت لكم الأسئلة وحطت لكم الأجوبة ومشكل ومنوع جدا، راح يكون يعني تكون ملزمة ثرية جدا. شلون تحصلون عليها؟ أكيد يمكن البعض عنده والبعض ما عنده، شلون تحصلون عليها ذي؟ راح تفيدكم جدا. طيب هنا السؤال المهم، كيف الحصول على الذي؟ الحصول عند الطرق سهلة. أول شيء إذا كنتوا تتابعون من السناب ذا الحين رفعوا السناب بتلاقون الرابط، وإذا كنتوا تتابعون هالفيديو من اليوتيوب من قناتي قناة مصطفى لايف بتلاقون تحت في صندوق الوصف رابط تنزلون الكتاب، وإذا كنتوا تشاهدون بوسائل أخرى ولا عندكم الرابط ارسلوا لي على الخاص على أي حساباتي أرسل لكم إياها، حساباتي وعناوينها راح تلاقونها من بعد هالسناب ذي. أكرر بأن الأسئلة ذي راح يعني يستفيد منها جميع مدارس، خصوصا مدارس المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج وبعض الدول العربية، لأنها المفهوم واحد، قوانين القيادة أو السياقة في جميع خصوصا دول العربية تقريبا مفهوم واحد مع اختلاف آلية تطبيق القوانين. وأخيرا وليس آخرا، اللي محتاج حق دروسي السابقة عن مهارات تعليم القيادة موجودة على رابط واحد تلاقونه في أسفل هالسنابة، أو رفعوا السنابة، أو إذا كنتوا تشاهدون من اليوتيوب حتلاقونه تحت في صندوق الوصف. إذا كنتم تشوفون بأن هذا الفيديو مفيد لغيركم لا تبخلون عليه، أنا بخدمتكم لأي سؤال ولأي استفسار فيما يتعلق بالقيادة. وهذا درس اليوم، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله موعدنا معاكم الأربعاء القادم إذا الله أحيانا على خير. وطبعا حسابات السوشيال ميديا ما شاء الله نشطة، اليوتيوب، السناب، والتويتر، والإنستغرام، وهكذا. دمتم بود، لا تنسون اللايكات والاشتراكات ولعبوا بالدنيا. تسوقين سيارة؟ أنصحك في حساب مهتم جدا في قيادة المرأة للسيارة، دروس، أخبار، معلومات، سناب مصطفى لايف.